السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر بوم. ثانية واحدة، مش كده احسن؟ طيب ايه الفرق، ايه اللي حصل يا جماعة بين الصورة دلوقتي؟ بعدت شوية، بقى في وايد اكتر، بقى الدنيا افضل. ايه اللي حصل؟ ده الجي 7 برايم يا جماعة، ده فتحة العدسة 1.9، هو ده الفرق بين فتحة العدسة 2.2 زي اللي كانت في النوت 3 اللي كنت بصور بيه، وده 1.9. ده بس حبيت اوريك اثبات ان ده فرق، يعني فرق شاسع بين الضوء هنا والضوء هنا، وبين الفرق في الضوء، وفرق كمان في الميجا بيكسلز. الفرق واضح جدا، واضح جدا جدا بين الموبايل اللي هو النوت 3 وبين الجي 7 برايم من ناحية الكاميرا بسبب فتحة العدسة. الجي 7 برايم 1.9 والنوت 3 2.2. عايز تفهم الموضوع، عايز تعرف انا بتكلم عن ايه، تشوف الحلقة اللي قبل اللي فاتت، هتلاقيها في الاي فوق، هتفهم فيها كل حاجة انا اتكلمت عليها وايه الموبايل اللي انت محتاجه عشان تبدأ بيه يوتيوب او تبدأ تصوير فيديوهات. وبعد ما تخلص الفيديو ده هترجع تتفرج على الفيديو ده مرة تانية عشان تشوف ايه هي مميزات كاميرا الجي 7 برايم اللي انت ان شاء الله تقتنع بيه وتشتري الموبايل ده كموبايل خاص بيك تقدر تصور بيه فيديوهات بجودة رهيبة. وللعلم بس يا جماعة، انا الفيديوهات اللي انا بصورها كلها بتبقى بدقة اتش دي، مش فول اتش دي، اتش دي بس، تمام؟ عشان الفيديو مبقاش حجمه كبير جدا، ف اتش دي بتبقى الدقة الكافية بالنسبة لي، اللي هي 720 بي، دي الدقة اللي انا بصور بيها، تمام؟ كمان لما بتعمل ريندرينج وبتعمل الكلام ده كله الجودة بتقل اكتر، فعشان كده مش دي الجودة يا جماعة الممتازة. انت ممكن تصور فول اتش دي لو عندك مساحة كافية، تمام؟ بس للأسف الموبايل جي 7 برايم 16 جيجا بس. كفاية كلام كتير، خلينا على طول نبدأ في استعراض الكاميرا. نرجع بقى نصور بالنوت 3، واخر فيديو للنوت 3 هو ده التليفون، ده الجي 7 برايم. طبعا دلوقتي هتلاقي الكاميرا ضاقت شويه، بقت ضيقه اكتر بكتير عن الكاميرا اللي كنت بصور بيها من شويه، كاميرا الجي 7 برايم، ولكن هنرجع ان شاء الله نصور بالكاميرا دي مره ثانيه. اللي مستني مني يا جماعه، انا هتكلم عن اداء التليفون او عن شكل التليفون، عن اي تصميم، عن اي حاجه، بشكل عام اداء تحفه، تصميم يعني اديك شايف تصميم ممتاز، اكيد الفوكس دلوقتي هيبوظ، بس المهم ثق في رايي، التصميم ممتاز. انا ما اعرفش الكاميرا جايبه ايه، المهم التصميم ممتاز. بصمه، الناس كتير قالت ان البصمه مش حلوه او فيها مشاكل، بصمه ممتازه ما بتغلطش اصلا، غير يعني مش بيرفكت، مش هواوي، تمام، ولكنها كويسه، كويسه جدا، يعني مش هتتعب معاها قوي يعني. المهم انا جاي دلوقتي بتكلم عن الكاميرا، هتكلم بس النهارده عن الكاميرا. بعتذر لو الفيديو مش احترافي، لان مش من الناس اللي بتحب تراجع حاجات، يعني مش من الناس بتوع المراجعات، ولكن عادي يعني الموضوع مش هيبقى احترافي، ولكن هقول لك على الحاجات المهمه اللي انت كيوتيوبر هتحبها وانت كيوتيوبر هتستخدمها، تمام؟ طيب فتحنا الكاميرا. طيب يا جدعان، الكاميرا اول حاجه هي واجهتها بسيطه جدا جدا جدا، مش محتاجه انك تعمل اي حاجه في واجهه الكاميرا، تمام؟ هنا بتايد الفلاش وهنا بتقفله بطريقه بسيطه جدا، هنا بتحكم كاميرا اماميه او كاميرا خلفيه. زي ما قلنا يا جماعه، الكاميرا الاماميه في الموبايل ده هي 8 ميجا بيكسل، ممتازه جدا، فتحه العدسه 1.9، وده مخلي الكاميرا بتاخد ضوء عالمي بصراحه، كاميرا ممتازه، ما شفتش اجمل منها لحد دلوقتي، لان طبعا ما مسكتش موبايلات فلاج شيب. المهم نخش على السيتنج بتاع الكاميرا. زي ما انت شايف، بص ثانيه، تمام، بالشكل ده كده بتلاقي البيكتشر سايز، ده بتتحكم فيه الصوره نفسها بتاعت الموبايل، لما بتيجي تتصور 13 ميجا بكسل ولا 8 ميجا بكسل ولا 9.6 ميجا بكسل، ولكن 16.9 بمعنى ايه؟ بمعنى ان الصوره اوسع، اما 4.3 بمعنى ان الصوره بتبقى ضيقه. طيب تمام، نرجع اللي يهمنا بقى، الفيديو سايز، ممكن تخليها فول اتش دي، ممكن تخليها اتش دي او في جي اي، ولكن طبعا احنا من المهتمين بالفول اتش دي والاتش دي. انا كمصطفى بصور ايه؟ بصور اتش دي، ده بسبب انه بيكون مساحته كويسه جدا، وبما ان الموبايل اللي هو جي 7 برايم 16 جيجا، فانت اعتقد انك هتصور انت كمان اتش دي، الا لو معاك ميموري بقى كبير، فممكن تصور فول اتش دي وتبدا، ومعاك طبعا جهاز كمبيوتر كويس انه يقدر يعمل اللي هو ريندرنج، ويقدر يعمل تصحيح او اديتنج لفيديوهات الفول اتش دي، تمام؟ يبقى انت عندك تقدر تختار فول اتش دي او اتش دي، والاثنين ممتازين جدا طبعا. هنا ممكن تعمل وقت تايمر، هنا طبعا الكاميرا الاماميه نفس الكلام، هنا برضو بتحكم في البيكتشر سايز، وهنا بتحكم في الفيديو سايز، وهنا طبعا بعض الاختيارات الثانيه اللي برضو مش هتهمك انت كمستخدم او كيوتيوبر. طبعا انا بتكلم بالفيديو ده مع اليوتيوبر فقط. جميل، هنا طبعا بتبدا انك تصور، والشوت جميل جدا يا جماعه وسريع جدا، وهنا بتبدا انك تصور فيديوهات بالشكل ده، تمام، ممتازه جدا جدا جدا، اعتقد ان شفتوا عينه منها في بدايه الفيديو، وان شاء الله تشوفوا عينات منها كتير جدا في الفيديوهات الجايه. طبعا انت مثلا هنا ممكن تقرب
بالشكل ده كده لحد 4.0 ممتازة جدا. وزي ما انت شايف الدقة عاملة ازاي، ممتازة جدا جدا جدا. ممكن ترجع كده، ممكن تعمل حركة تانية جميلة جدا بمجرد بس انك تضغط على زرار الكاميرا بالشكل ده وتضغط كده، هيبدأ ان هو يقرب. ممكن تبطأ الضغط شوية بانك تضغط بالشكل ده كده، تمام، بدأ يقرب بيبعد ولكن ببطء، تمام. دي اضافة جميلة جدا 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 من سامسونج، تمام. وبنفس الطريقة برضو ممكن تقرب ببطء، ممتازة جدا 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 بصراحة من سامسونج، حركة حلوة جدا. لو ضغطت بقى ضغط على الشمال كده، اللي هو شديت بس شد على الشمال كده، بيظهر لك الشريط ده. الشريط ده عبارة عن ايه؟ عن عبارة عن الاوضاع بتاعت الكاميرا. عندك هنا الاوتو، ده الوضع العادي بتاعنا، وعندك البرو مود. البرو مود ده بقى يا جماعة هو الوضع اللي انت المفروض هتستخدمه كيوتيوبر. اول لازم تحترف الوضع ده لو انت عايز تعرف تصور بشكل جيد بدون نويز بالجي 7 برايم. كل اللي هتعمله هتضغط على ايزو، كل ما الايزو عالي كل ما النويز زاد، كل ما كان في اضاءة كويسة كل ما انت هتقلل الايزو. لما انت تقلل الايزو والاضاءه تبقى كويسه النويز بيقل، لو انت زودت الايزو والاضاءه برضو كويسه النويز بيزيد، لو انت زودت الايزو والاضاءه وحشه برضو النويز بيزيد. يبقى انت اللي انت محتاجه انك لازم تقلل الايزو على قد ما تقدر، او تعمل تناسق بين الايزو وبين الاضاءه اللي موجود في المكان، تمام، عشان تقدر تصور صوره جيده او تاخد فيديو كويس بموبايل جي 7 برايم، تمام يا شباب. تمام، عشان تقدر تستخدم موضوع فتح العدسه وتستخدم حاجات كتير قوي في الموبايل ده، ناس كتير ما تعرفش ايه وضع البرو مود وايه اللي بيعمله وضع البرو مود. الوضع ده ممتاز جدا يا جماعه، لازم انت كيوتيوبر او واحد بيحب التصوير وعايز يحترف موضوع التصوير بالموبايل لازم يقدر يستخدم وضع البرو مود ده بشكل جيد جدا جدا جدا. طيب وايه ده؟ ده الاكسبوجر، ده بيزود الاضاءه وبيقلل الاضاءه، تمام، ده الاكسبوجر. طبعا ده برضو ممكن تستخدمه لحد برضو ما تعمل تناسق بينه وبين الايزو وبين الاضاءه الموجوده في المكان، تمام. خلي بالك قوي من الموضوع ده وركز على الارقام اللي انت بتعملها، عشان كل مره لما تقف في نفس المكان زي الاستوديو مثلا انت بتصور بيه، تقف في نفس المكان وتقدر انك تطلع الصوره نفس الصوره عشان ما تنساش الارقام. طيب وده ايه؟ ده بيديك بعض الاوضاع كده، بيديك مثلا اضاءه مش عارف ايه، وهنا اضاءه الكلاودي، وهنا اضاءه بتاعت الضوء او الشمس، حاجه زي كده، الاوضاع اللي محدش بيستخدمها دي. ولكن اعتقد ان انت برضه كيوتيوبر مش هتستخدم الحاجات دي، تمام، هتسيبها على الوضع الطبيعي اللي هو الاوتو، هو بيبقى افضل وضع بصراحه. ومن الضغط على الحته اللي فوق دي اللي جنب الفلاش بتبدا تغير فيه الاوضاع، تمام، الوضع السبوت ولا وضع السنتر وايتد ولا الماتريكس، تمام، هما 3 اوضاع بالظبط، وتبدا تغير بينهم وتشوف برضه الوضع المناسب ليك وتبدا تصور بيه. طبعا الحاجات دي موجوده في البرو مود فقط. جميله جدا بصراحه يا جماعه، وكاميرا رهيبه 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 بالنسبه لليوتيوبرز، هي كاميرا الاحلام في الفئه المتوسطه بالنسبه لليوتيوبرز. فتح العدسه 1.7، كاميرا 13 ميجا بكسل. ممكن يكون جمال الكاميرا مش باين بالنسبه لك دلوقتي بسبب اني بصور بالنوت 3، والموضوع بيبقى صعب شويه لما تصور او تعمل مراجعه بموبايل، فالموضوع بيبقى صعب شويه بالنسبه لي لما تصور بموبايل يعني، تمام. ولكن فعلا يا جماعه كاميرا جميله جدا 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 جدا، وان شاء الله تعجبك ومش هتندم خالص لو اشتريت الموبايل ده، بالنسبه للاداء، بالنسبه للكاميرا، بالنسبه للتصميم. موبايل رهيب جدا يا جماعه، ممتاز جدا جدا جدا، تصميمه يعني تحفه بصراحه. لما تمسكه كده كله معدن، بتحس انك ماسك حاجه بريميوم، تمام، تحس ماسك ايفون مثلا. فبصراحه جهاز جميل جدا جدا جدا. وبس كده، ده كان اخر فيديو اتصور بيه النوت 3. اتمنى يكون الفيديو عجبك، يا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه من زر الاحمر اسفل الفيديو عشان تشوف الحلقات الجايه، وتشوف الحلقات اللي فاتت تلاقيها هنا او هنا، وتعمل سبسكرايب للقناه من هنا. كان معكم مصطفى من قناه مستر مونتك، شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي، سلام.